طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. نحن بعون الله تعالى سنقرأ كتاب التمهيد لقواعد التوحيد للإمام اللامشي رحمه الله تعالى. سأتكلم قليلا قبل أن أدخل في نص الكتاب عن الكتاب وعن مؤلفه، ثم ندخل في الكتاب. طبعا هذا الكتاب يعد من الكتب المهمة في مذهب الماتريدية، وهو في الحقيقة ليس أبسط كتاب، يعني ليس أيسر كتاب في مذهب الماتريدية، وإنما هو من المستوى الثاني. يعني لا بد لطالب العلم قبل أن يقرأ هذا الكتاب من أن يقرأ كتابا قبله. فأنتم قرأتم طبعا من أن لا بد أن يقرأ كتابا قبله، سواء في المدرسة الماتريدية أو في مدرسة الأشاعرة، لأن المستوى الأول ليس فيه هذه الخلافيات بين الأشاعرة والماتريدية. كما تعرفون الخلافيات في مسائل فرعية ليس في أصول المذهب. فأنتم قرأتم طبعا قبل هذا أم البراهين، نعم، فهذا كان المستوى الأول، والآن ننطلق إلى المستوى الثاني. أم البراهين طبعا للسنوسي في عقائد الأشاعرة، هذا لللامشي في عقائد الماتريدية. يعني منها نحن نرتفع مستوى، ومنها أيضا نحن نتعرف على طريقة أخرى، مدرسة أخرى في الأسلوب والطرح والاستدلال، لكن ليس في الأفكار. الأفكار تقريبا واحدة، هناك بعض الخلافيات البسيطة، لكن الأسلوب مختلف، الاستدلال مختلف، الترتيب مختلف، تسلسل المسائل مختلف، أو فيه بعض الاختلاف. سنتعرف على هذه الطريقة، ولا شك أنه سنستفيد من طريقة الأشاعرة فوائد، ونستفيد من طريقة الماتريدية فوائد، وفي النهاية كلنا أهل السنة والجماعة، وبعضنا يكمل الآخر. يعني نحن لا ندرس الأشاعرة في كتاب ثم الماتريدية في كتاب لنزيد من الخلاف مثلا، أو لنتمايز فيما بيننا، أنه أنت أشعري أنا ماتريدي أو العكس. لا، ليس هذا هو المقصود، وإنما المقصود أنه نحن فرعان لمدرسة واحدة، فرعان لمذهب واحد، فما دام هناك فرع آخر فلماذا لا أستفيد منه؟ ما دام هو في مذهبي أيضا، في مذهب أهل السنة، فأنا أستفيد من المذهب أو الفرع الآخر للمذهب أو المدرسة الأخرى في المذهب، فأنا أستفيد منها. ولا شك أن طريقة الأشاعرة في الاستدلال مثلا طريقة برهانية، يعتنون بالبراهين. البراهين هي الأدلة، يعني التي قامت على مقدمات ثابتة، مقدمات قطعية. هناك مقدمات، مقدمتين نتيجة، قياس، دليل. فهاتان المقدمتان ثابتتان قطعا، فالنتيجة ثابتة. هذه طريقة الأشاعرة، أو هي الطريقة الأكثر سلوكا في الأشاعرة. أما الطريقة الأكثر سلوكا في الماتريدية هي طريقة الأدلة الخطابية، وليس الأدلة البرهانية. يعني هم يستدلون بكثير من الأدلة، فيها براهين، لكن الأكثر هو الأدلة الخطابية، الأدلة الإقناعية. هذه الأدلة هي أيضا مقدمتين ونتيجة، لكن المقدمات ليس، يعني لا يشترط أن تكون ثابتة، وإنما يكفي أن تكون ثابتة عند المخاطب، لا يشترط أن تكون ثابتة في نفسها، وإنما يكفي أن تكون ثابتة عند المخاطب. فما دام أنتم تقبلون هذه المقدمة، أقصد أنتم، ليس أنتم الحاضرين في الدرس، أنتم المجتمع، فما دام المجتمع يقبل هذه المقدمة فأنا أبني عليها دليلا، أضم إليها مقدمة أخرى، وأصل إلى نتيجة يقنع الناس. هذه الطريقة يعني أكثر سلوكا عند الماتريدية، وهي أيضا طريقة نافعة. طريقة البراهين هي أنفع في المناظرة، لكن طريقة الأدلة الخطابية هي أنفع في مخاطبة المثقفين من المجتمع. مثقفين هم يعني ليسوا متخصصين في علوم الكلام والفلسفة والمنطق والعقائد، وإنما هم متخصصين في الطب والهندسة والفيزياء والكيمياء والتاريخ والعلم النفس وما شابه ذلك. هم متخصصين في علوم بعيدة قليلا عن العلوم الشرعية، ولكنهم متعطشون لفهم هذه المسائل فيسألون عنها، فخاطبهم بالبراهين قد لا تكون مناسبة لهم، أو تكون مناسبة لقسم منهم.
فأنا أخاطبهم بالأدلة الخطابية، هذه نافعة جدا بالنسبة لهم. لذلك في الحقيقة يعني الجمع بين الطريقتين، ويعني أن نجعل المذهبين أو المدرستين يكمل أحدهما الآخر، هذه هي الطريقة الأنفع في نظرنا، والله تعالى أعلم. فلذلك اخترنا هذا الكتاب، كتاب التمهيد لقواعد التوحيد للامشي رحمه الله تعالى. طبعا الماتريدية بدأوا من الإمام الماتريدي. الإمام الماتريدي توفي 333، يعني في أوائل أو في الثلث الأول من القرن الرابع الهجري. الإمام الماتريدي هو حنفي المذهب، وهو أتى للمسائل المنقولة عن أبي حنيفة في العقائد. أبو حنيفة له عدة كتب كما تعرفون في العقائد، الفقه الأكبر، الفقه الأبسط، الوصية، العالم والمتعلم، والرسالة إلى عثمان البتي. أتى إلى هذه الكتب الخمسة من جهة، من جهة أخرى أتى إلى العقيدة التي يعني كتبها الطحاوي. لا أقصد الماتريدي شخص، يعني شخص الماتريدي، ولكن مدرسة الماتريدية، العقيدة التي كتبها الطحاوي، لأن الطحاوي معاصر للماتريدي، فأيضا هي مسائل منقولة عن أبي حنيفة، ثم ما يتناقله طلاب أبي حنيفة في غير هذه الكتب عن أبي حنيفة. يعني هناك مسائل في العقائد تنقل عن أبي حنيفة لا هي مذكورة في كتب أبي حنيفة الخمسة، ولا هي مذكورة في العقيدة الطحاوية. هناك مسائل منثورة تنقل سماعا، تنقل شفاها عن أبي حنيفة. فالإمام الماتريدي بالدرجة الأولى، ثم الماتريدية من بعده، جاءوا لهذه المسائل سواء كانت في كتب أبي حنيفة أو في العقيدة الطحاوية أو في يعني فيما ينقل من رواية عن أبي حنيفة، فرتبوها وشرحوها واستدلوا لها ووضعوا لها بعض المقدمات وبنوا عليها بعض النتائج، فصار هذا المذهب الماتريدي. فهو في أصله، في جذوره، يعني جذوره ترجع إلى الإمام أبي حنيفة، لكن مؤسسه هو الماتريدي. والماتريدي كتب أكثر من 20 كتابا، لكن لا نعرف، في عصرنا لم يصل إلينا إلا كتابان، وهما كتاب التوحيد وكتاب تأويلات القرآن أو تأويلات أهل السنة، كتاب في التفسير. أما التوحيد فهو كتاب في العقائد، لكن له كتب أخرى كثيرة ينقل عنها، يعني أبو المعين النسفي مثلا ينقل عن بعض كتب الماتريدي، لكن لم يصل إلينا. فالماتريدي يعني أسس هذا المذهب ونشره في بلاد ما وراء النهر، انتشر المذهب في تلك الديار، لكن تلك الديار لا يكثر فيها النقاشات والمنازعات والخلافات، يعني بخلاف مذهب الأشاعرة الذي نشأ في بغداد. بغداد كانت مركز الخلافات والنقاشات، العراق كانت تغلو بالخلافات الفلسفية والخلافات العقائدية، يعني فيها قدرية، فيها شيعة، فيها خوارج، يعني كله في العراق موجود، فيها مرجئة، فيها جبرية، كل هذه المذاهب موجودة في العراق. فلذلك المذهب الأشعري كان بحاجة إلى البراهين. أما المذهب الماتريدي كما قلت أسس في بلاد ما وراء النهر، بلاد مستقرة علميا يسود فيها المذهب الحنفي في الفروع، والعقيدة أيضا عقيدة أهل السنة والجماعة، فلا يوجد خلافات، منازعات، مناقشات، وإنما أحيانا قد تأتي فكرة يعني من الخارج. قد يذهب إنسان في سفر إلى الحج مثلا، إلى التجارة، إلى شيء، يخرج من بلاد ما وراء النهر فيختلط بالبيئة الأخرى، بيئة العراق مثلا، فيدخل إليه بعض الأفكار فيأتي بها إلى بلاد ما وراء النهر، فهي أفكار تأتي من الخارج، من خارج يعني الجغرافيا ما وراء النهر، وليس من خارج الأمة الإسلامية أقصد، لا، من خارج جغرافيا ما وراء النهر. فهذه يبقى أثرها محدودا، لا تؤثر كثيرا. فالمطلوب منا نحن الذين نعيش في تلك الديار هو الوقاية أكثر من العلاج، يعني ليس المطلوب مني أعالج شبهات موجودة في المجتمع، وإنما أن أعمل وقاية للناس، أحصنهم من أن تدخل عليهم هذه الشبهات. وهذا كما قلنا يكفي فيه الخطابية،
يعني أن أبني على قواعد مقدمات موجودة في نفوس المخاطبين، أبني عليها نتائج فأحفظهم من أن تدخل إليهم الأفكار الغريبة. لذلك المذهب الماتريدي يعني كان بحسب طبيعة البيئة التي نشأ فيها، كان يعني سلوكه لطريق الأدلة الخطابية أكثر من سلوكه للأدلة البرهانية. لكن كما نبهت قبل قليل، أنا لا أنفي وجود بعض الأدلة الخطابية عند الأشاعرة أو وجود بعض البراهين عند الماتريدية، كلا النوعين من الدليل موجود في المذهبين، لكن أنا أتكلم عن الأكثرية. نعم. فالمذهب الماتريدي نشأ هناك، ثم يعني تناقله تلاميذ الماتريدي ومن بعدهم حتى وصل إلى أبي المعين النسفي. أبو المعين النسفي توفي 505، فنحن قلنا الماتريدي 303، نعم. الآن أبو المعين النسفي توفي 508. أبو المعين النسفي هذا يعني يعد بحق هو الإمام الثاني في مذهب الماتريدية، كان له أثر عظيم في تأصيل المذهب وفي ترتيبه وفي يعني إعادة بنائه من جديد. يعني أبو المعين النسفي وإن تأخر عن الماتريدي حوالي، عفوا أنا كتبت خطأ، 333. نعم، الماتريدي وإن تأخر، عفوا النسفي وإن تأخر عن الماتريدي حوالي 200 سنة أو أقل بقليل، ولكنه من حيث الأثر في بناء المذهب هو الإمام الثاني، الماتريدي أولا وأبو المعين النسفي ثانيا، لكن في الزمان بينهما فارق، لكن في الأثر هو الثاني، يأتي بعد الماتريدي مباشرة في أثره في بناء المذهب. أبو المعين النسفي كتب عدة كتب في علم الكلام أو العقائد، أيسرها بحسب ما وصل إلينا أيضا، أيسرها هو بحر الكلام، كتاب بسيط سهل يعني نوعا ما في العقائد. كتاب أعلى منه قليلا التمهيد، والكتاب الثالث الأعلى منهما وهو تبصرة الأدلة. نعم، تبصرة الأدلة هو أوسعها ومطبوع في مجلدين، أوسعها وأكثرها مناقشة واستدلال. أما التمهيد فهذا كتبه بأمر أحد السلاطين، يعني أحد السلاطين كتب أو طلب من أبي المعين النسفي أن يلخص له العقائد، فلخص له هذا كتاب التمهيد. نعم، فهو كأنه اختصار لتبصرة الأدلة. وأما بحر الكلام فهو كتاب يعني كأنه كتاب مختلف، يعني كأن تبصرة الأدلة والتمهيد من نفس العائلة، يعني تبصرة الأدلة كتاب طويل، التمهيد مختصر منه. أما بحر الكلام فبطريقة أخرى تقريبا، يعني يختلف في ترتيب المسائل، يختلف في عرض الأفكار، له أسلوب مختلف قليلا. نعم، فمن حيث الصعوبة بحر الكلام أسهلها، ثم التمهيد، ثم تبصرة الأدلة. من حيث النوعية بحر الكلام في طرف، والتمهيد وتبصرة الأدلة في طرف آخر. نعم، وأبو المعين النسفي يعني كما قلت هو المؤسس الثاني للماتريدية، وكل من كتب في مذهب الماتريدية من بعده تأثر به، سواء ذكر هذا أو لم يذكر. لو تتبعنا كتب الماتريدية بعد أبي المعين كلها متأثرة بأبي المعين النسفي. فكان من هذه الكتب التي تأثر بها هذا الكتاب، كتاب اللامشي. نعم، من الكتب التي تأثرت به اللامشي. قبل أن اللامشي، نجم الدين أبو حفص عمر النسفي توفي 537. هذا النسفي صاحب العقائد، صاحب متن العقائد الذي شرحه التفتازاني، الشرح المشهور شرح العقائد. فهذا لي يعني متن العقائد ليس لأبي المعين النسفي، وإنما لنجم الدين أبي حفص عمر النسفي، توفي 537، يعني بعد أبي المعين النسفي بقليل، عاصره ويعني تأخر في وفاته عنه،
وفي بعض الكتب أنه درس على أبي المعين أصلا. نعم. ثم اللامشي تأثر بهذه الطريقة، اللامشي لا نعرف وفاته بالضبط، سأتكلم عن هذا بعد قليل. وهكذا يستمر علماء المذهب، لكن أريد أن أنبه على عالم متأخر قليلا لكن لأنه اسمه النسفي، أبو البركات النسفي، أبو البركات حافظ الدين النسفي. هذا توفي فيما أظن 720، والله أعلم، يعني إذا لم أخطئ 710 720 أظن هكذا توفي. هذا يعني مختلف عن النسفيين اللذين قبله. أبو البركات حافظ الدين النسفي توفي في القرن الثامن الهجري، في أوائل القرن الثامن 710 أو 720. هذا النسفي هو أشهره، هو صاحب التفسير المشهور، وهو صاحب منار الأنوار في الأصول، المنار في الأصول، وهو صاحب في الفقه أيضا له يعني كتب عديدة، فهذا يعني مصنف مشهور وكتبه مشهورة كثيرة. يعني لا ينبغي أن نخلط بين هؤلاء الثلاثة النسفيين من علماء نسف. نسف بلد، فلذلك النسبة إليها كثيرة. نعم. فنجم الدين أبو حفص عمر النسفي هو تأثر بأبي المعين النسفي، ومتن العقائد هو كأنه تلخيص شديد جدا 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 من تبصرة الأدلة، يعني كأنه رؤوس المسائل أو نتائج المسائل المذكورة في تبصرة الأدلة. يعني في تبصرة الأدلة يبحث 20 صفحة ويصل إلى نتيجة، فيكتبها نجم الدين النسفي في نصف سطر، يكتب النتيجة فقط. ثم تبصرة الأدلة يبحث 20 صفحة مسألة أخرى ويصل لنتيجة، فيكتب لنا النتيجة فقط في المتن العقائد. فمتن العقائد هو كأنه نتائج البحث الموجود في تبصرة الأدلة. نعم. يعني النسفي هذا أيضا أبو البركات تأثر بأبي المعين كثيرا. اللامشي هذا الكتاب الذي أنا أريد أن أتكلم عنه، اللامشي نحن لا نعرف وفاته بالضبط، يعني المعلومات عن اللامشي قليلة، ولكن حسب يعني بعض المعلومات التي وصلنا إليها، والمحقق هنا ذكر في المقدمة أشياء، يقول إنه من علماء ما وراء النهر، كان يعيش في تلك البلاد أولا. ثانيا أنه يقال عاش في أواخر الخامس وأوائل السادس الهجري، يعني أنه أيضا توفي في 540 550 ربما هكذا، يعني هو معاصر لنجم الدين النسفي وهو بعد أبي المعين النسفي بقليل. طبعا من يرى هذا الكتاب، كتاب التمهيد، اسمه شبيه بكتاب النسفي، التمهيد أيضا، أنا قلت النسفي أبو المعين له 3 كتب، بحر الكلام، التمهيد، وتبصرة الأدلة، فالاسمان متشابهة، هذا كتاب التمهيد، هذا كتاب التمهيد. لكن كتاب النسفي يعني بعضهم يسميه التمهيد في أصول الدين، بعضهم يسميه التمهيد لقواعد التوحيد، وفي الحقيقة النسفي في المقدمة لم يسميه، يعني لم يذكر أنه سميته كذا، لكن العلماء يتناقلون باسم التمهيد. نعم هذا ثابت، فهو كتاب التمهيد فقط هكذا. في أصول الدين هذا وصف من العلماء أنه هذا الكتاب في علم أصول الدين، ليس من اسم الكتاب. أما هذا الكتاب فاسمه التمهيد لقواعد التوحيد. ثم من يقرأ في هذا الكتاب يجد ترتيب المسائل، الشرح، العبارات مشابه إلى حد كبير كتاب التمهيد للنسفي. حتى في البداية يعني شككنا لعله نفس الكتاب، لكن نسب إلى أبي المعين النسفي مرة ونسب إلى اللامشي مرة أخرى خطأ، وهذا يحصل في الكتب. لكن بعد المقارنة بين الكتابين، طبعا كتاب النسفي أوسع من كتاب اللامشي قليلا، لكن قلنا أنه أحيانا بعض النساخ قد يختصر كتاب وينسبه لمؤلف جديد خطأ، فما زلنا في شك يعني، ولعله هو كتاب النسفي أو يعني اختصره أحد من كتاب النسفي وهكذا، لكن في الواقع لا،
لأنه لما ندخل داخل النص نجد أن اللامشي ذكر أبا المعين النسفي مرتين في هذا الكتاب، ذكره باسمه مرتين، فهذا يدل على أنه كتاب آخر، هو ليس كتاب النسفي نسب خطأ إلى اللامشي، لا، وليس هو اختصار لكتاب النسفي، لو كان اختصار أنا لا أسمي اسم العالم مرتين، هو كل الكتاب له وأنا اختصرته، لكن هو سمى اسم أبي المعين النسفي مرتين، إذن فهو كتاب جديد في مذهب الماتريدية متأثر بأبي المعين، نعم مشى على ترتيبه، نعم حتى في التسمية هناك تشابه، نعم وهذا يحصل بين العلماء، لكنه كتاب آخر غير كتاب أبي المعين النسفي. فلماذا اخترنا هذا الكتاب ولم نختر كتاب أبي المعين مثلا؟ كتاب أبي المعين أطول كما قلنا فلا يناسب وقت الدرس، نعم، ويعني فيه أيضا بعض التقديم والتأخير أكثر من هذا الكتاب، هذا أنسب، وإن كان هذا أيضا فيه بعض التقديم والتأخير، يعني في بعض المسائل سنقول نقف هنا وننتقل إلى صفحة كذا حتى نربط بين المسائل، لكن يعني هناك التقديم والتأخير أكثر من هذا، فهذا كان كطبيعة الدرس مناسب أكثر. نعم. اللامشي هذا كما قلت لا نعرف عنه معلومات كثيرة، لكن له هذا الكتاب وله كتاب في أصول الفقه أيضا وهو مطبوع، كتاب في أصول الفقه لللامشي مطبوع أيضا. وهكذا هي المدرسة الماتريدية غالبا هم فقهاء، يعني كل من اشتغل في المدرسة الماتريدية تجدهم فقهاء ودخلوا على علم الكلام واشتغلوا فيه، لكن هم في أصلهم فقهاء، وهذا أيضا يعني من أسباب كثرة الأدلة الخطابية عندهم غير السبب الذي ذكرته أولا، البيئة هذا سبب، السبب الثاني طبيعة الأشخاص أنهم تأصيلهم العلمي تأصيل فقهي، والأدلة الفقهية أكثرها يعني أدلة ظنية، فيعني الاستدلال بالظنيات شائع عند الفقهاء جدا، فلذلك لما انتقلوا إلى الكلام تأثروا ب يعني تفكيرهم الفقهي، فتنزلوا درجة في الاستدلال من البراهين إلى الخطاب. لذلك كل هؤلاء الذين يعني يشتغلون بالماتريدية بالعقائد لهم نجد شغل فقهي، ويكون شغلهم الفقهي أوسع من شغلهم في الكلام غالبا، غالبا طبعا ليس دائما لكن غالبا يكون شغلهم الفقهي أوسع من شغلهم في الكلام. نعم، إلى أن نبدأ من نص الكتاب.